في أيار 2017 عين رياض سلامة حاكما لمصرف لبنان لولاية جديدة تنتهي في عام 2023. بدأ مجلس الوزراء مناقشة جدول الأعمال واتخذ في شأنه القرارات المناسبة وأبرزها: 1. تعيين الأستاذ رياض سلامي حاكما لمصرف لبنان لولاية جديدة، ولاية تنتهي بعد نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشيل عون في تشرين الأول 2022. 2. صاحب أطول حاكمية لمصرف لبنان في تاريخ المصرف المركزي مذ تأسس عام 63 بدأ البحث عن بديل عنه. بإقالة حاكم مصرف لبنان يلي طلع امبارح كلام كثير عنه. نحن بحاجة الآن لكل الناس، مش بحاجة للاستغناء عن الناس. عندنا أمور أساسية لازم تنعمل، وحاكم مصرف لبنان عم بيتبعها. نحن بدنا نخلص الواجب اللي عندنا بهالمرحلة، وبعدين لكل حارس حديث. يعني بعد عندك ثقة بالحاكم بالوقت الحاضر؟ بالوقت الحاضر مثل ما نحن ماشيين، انت خلال الحرب ما بتغير ضباطك. على الرغم من التمسك به في ظل الانهيار المالي والاقتصادي، إلا أن الضغط يزيد على الحاكم بفعل الملاحقة القضائية في الخارج والداخل. اسم وزير المال السابق ومدير الشرق الأوسط وأفريقيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور جرى التداول به كمخرج للأزمة. أزعور هو ابن شقيقة النائب الراحل جو عبيد، ونجله سليمان عبيد من المرجح أن يترشح في الشمال على لائحة مدعومة من الرئيس نجيب ميقاتي. وبفعل منصبه في صندوق النقد الدولي فهو اسم يلقى ترحيبا أمريكيا، إلا أن طرح أزعور كبديل اصطدم بعدم ترحيب ثلاثي، الأول من رئيس الجمهورية ميشيل عون الذي يرى فيه امتدادا للرئيس السابق فؤاد سنيورة، الرفض الثاني من عين التينة التي لا ترغب في طرح أي تعيين من التعيينات الكبيرة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، أما الرفض الثالث فهو من أزعور نفسه. فبحسب معلومات الجديد يرى أزعور أن منصبه في الصندوق أكثر أهمية من منصب الحاكمية، وهو ابن شقيقة النائب جو عبيد الذي بقي مرشحا دائما لرئاسة الجمهورية ولم تحن ساعته الرئاسية يوما. فهل يطمح أزعور أن تحين ساعته الرئاسية؟ وبحسب المعلومات أيضا أن المصرفي اللبناني الفرنسي سمير عساف الذي طرح يوما كمرشح بديل فرنسيا يرفض دخول مستنقع المصرف المركزي في ظل الأزمة المالية الكبيرة. أسماء كثيرة طرحت منذ بداية الأزمة، من الوزير السابق منصور بتيش إلى مستشار رئيس الجمهورية شرب الإرداحي وصولا إلى المدير العام للمالية السابق آلان بيفاني، وأخيرا المحامي كارلوس أبو جودي. أسماء سقطت تباعا لقربها إلى رئيس الجمهورية. آدم شمس الدين، قناة الجديد.